ننتقل إلى أخبارنا المنوعة ونقرأ من صحيفة اليوم السابع هذا العنوان: ماذا تفعل شخصيات ديزني لو عاشت في عام 2017؟ شخصيات كارتون ديزني التي ارتبط بها الكبار قبل الصغار وأصبحت من الجوانب الراسخة في طفولة كل منا منذ بدايتها وحتى الآن، ما زال الأطفال يشاهدون تلك الأفلام الكرتونية ويرتبطون بها وجدانيا وعاطفيا، بل ويتخذونها قدوة في الكثير من الأحيان. تلك الشخصيات التي شكلت خيالنا وأدركنا الحياة من خلالها في سنوات عمرنا الأولى، راح كل منا يتخذ شخصية يتخيل أنها قدوته. وتخيل أغلب الأطفال ماذا لو كانوا ما كان سندريلا الجميلة أو بيتر بان الشجاع أو ترزان الهمام. تفاصيل كثيرة أبرزتها تلك الشخصيات الكرتونية التي نشأنا ووجدناها جزءا أصيلا من طفولتنا. ولكن كما تقول الصحيفة، كيف سيكون الحال إذا كانت تلك الشخصيات تعيش معنا في عام 2017؟ بالطبع كان الأمر سيتغير كثيرا. لن تكون سندريلا قادرة على ترك زوجة والدها تفعل بها ذلك كله، بل كانت ستتواصل سريعا مع صديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مساعدتها في أفكار التخلص من زوجة أبيها وبناتها. أما طرزان فكان من السهل أن يبحث عن والديه عن طريق نشر صورته في الماسنجر أو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما فعله الرسام الأمريكي توم وورد الذي قام بعمل صورة تخيلية لشخصيات كرتون ديزني إذا ما كانوا بالفعل يعيشون معنا في عام 2017.